وكان طيران رضوان السعودي شن السبت غارات عدة على مديرية الرضمة في محافظة إب، وأفادت المصادر أن الطيران السعودي استهدف بثلاثة صواريخ جبل شيزر التابع لمديرية الرضمة، وكان طيران العدوان استهدف قلعة تاريخية بمنطقة بيت الحيدري لمديرية الرضمة، مخلفا خسائر مادية في منازل قديمة وأثرية بأعلى حصن قلعة بيت الحيدري. وفي البيضاء غارت طائرات العدو مجددا على